حلوة قوي. وهي دي حرف التوب يا جماعة بتاعت ميدو. يلا فليحيا ابو الفشل. صباح الخير، يا رب يكون يومكم سعيد. النهارده بقى يوم مميز بالنسبه لي جدا، لان النهارده عيد ميلاد ميدو. ربنا يا رب يديله الصحه واشوفه احسن وانجح حد في الدنيا، اشوفه احسن مني مليون مره. والنهارده طبعا هو اكيد مش فاهم في يعني ايه عيد ميلاد ولا يعني ايه بتاع، بس هو زي اي طفل لو عملت جنبيه اي زيطه هيعيش مع حاله. فانا النهارده قررت ان انا اعمل مفاجاه لمحمد، بس الوقت اسبق انا ايه عن اي حد، يعني قبل اي حد بسرعه كده انا اسبق. لو حد عايز يعمل اي حاجه فانا بوظت كل حاجه. فانا هنزل دلوقتي معاك واجيب تورتايه كده شكلها شيك، ونجيب له كمشه معايا حلوه كده على كم مش عارف. بصوا هروق عليه محمد النهارده، هروق عليه للذكرى الثانيه ليك معايا، عشان لما تكبر ان شاء الله انا موجود او مش موجود يبقى انت ايه ذكرى حلوه في حياتك، وتعرف ان انا قد ايه بحبك، وان انت قد ايه يعني امنيه كنت بتمناها من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يدهني، ربنا يخليك لي يا رب، بعيدك ويبعد عنك اي عين في الدنيا. انا بقى عايز افهم رد فعله وهو نايم لما انا اخليه نايم. فانا مش صحيح على فكره، انا هخليه نايم واحتفل بيه وهو نايم. الله بقى ننزل نجيب الحاجه على ما هنا يصحوا، وبعد كده نطلع نشوف هيعملوا معايا ايه. عشانك يا ميدو امشي لك بلاد. والله العظيم ما بنزل الصبح ابدا، بس عشان قلبي وحبيبي لازم انزل واروح له بلاد. ربنا يخليك لي يا ميزو. انا متخيل بقى رد انا بجد مش عارف اتخيل رد فعله. بصوا تعالوا نختار ونشوف هنعمل ايه، وربنا ييسر ونطلع بس نلحقه قبل ما يصحى، وانا هروق لكم عليه. لحد كده جبنا بقى ايه التورتايه، وجبنا حاجات حلوه هنا اهو يا عم ميدو، شهيص على حالك النهارده. وجبنا ايه لزوم الدلع والحاجات الجميله قوي. فجاه بقى اللي انا ما قلتكوش عليها ولا قلت الاسراء عليها، ان احمد وزينب جايين حالا دلوقتي عشان نحتفل بميدو. اظن ان اكتر من كده دلع مفيش. يلا يا عم ميدو النهارده مكتوبه لك نروق عليك من كل حبايبي ومن كل اصحابي. فرفورة قلبي صباح الخير، تحبي النهارده تقولي ايه لميدو في يوم زي ده؟ بص بقى، هما اصلا كل حاجه في حياتي وربنا يخليه ليا يا رب. طب ما تحضريه تديله بوسه حلوه كده. يلا كل سنه وانت طيب. قوم احضن فوفو اديها بوسه. الله يا ناس، الله على البوسه الجميله. تعالي فوفو تحت وتدي فوفو كده. ماشي، استنى اجيب مقص. مش مهم المقص، ماشي هادي مقص بسرعه. في ضيوف جايين لك مخصوص، ما تعرفوش هم مين طبعا. فوفو عايز اقول لك في ضيوف جايين، توقعي ممكن يبقوا مين؟ معرفش. في ضيوف انت بتحبيهم قوي 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 جايين دلوقتي. تمام، ازيك يا استاذه اسراء؟ عامله ايه؟ انا كويسه. تحبي تقولي النهارده ميدو في عيد ميلاده؟ ده اسعد يوم في حياتي، ان ميدو شرف كده وجنى الحياه. والله العظيم انا مبسوطه قوي. انا كل يا جماعه عيد ميلاد بحس ان انا هجوزه مش عيد ميلاده. ذكرى حلوه ليكي مع ميدو. اه طبعا، ربنا يخلي لينا يا رب. طب بتحبي تقولي له بقى ايه ذكرى كده لما يكبر يشوفها؟ نفسي اشوفك عريس واشوفك احسن واحد في الدنيا. ميدو حبوبه، ده حبوب. في حد جاي لك؟ تعرفوا هنا على طول اهو. طب هنا مره واحده. يلا ايه تاني كمان؟ مستعجل على فتح التورتايه قوي يا ولا؟ يا ولا؟ يا ولا؟ بس انتوا عاملين ايه؟ نفتح بس الاول ايه التورتايه بتاعت ميدو. هاتي فوق بسرعه يا فوفو. تعمل ايه؟ ده حبوب، ده حبوب بابا، جميل قوي. تعال عشان في مفاجأة دلوقتي هتحصل غير ما انتوا متوقعين. خد يا فوفو. اوكي. ممكن الحلول دي جاية على ايدك. يلا. كل حروف الراحه عشان ما يكسروش بس اهم حاجه. الحمد لله على السلامه يا استاذ احمد. الله يسلمك يا استاذ. والله العظيم منورين الدنيا كلها. مفيش حاجه فيا متغيره. هو انت ايه؟ شلت دقنك؟ حلقت عند مين؟ ايه رايك؟ طب خش خش مع الباب. خش حلقت عند مين معلش؟ حلقت هو اللي حلق لنفسه والله. انت حلقت له زينب؟ وانا ساعدته اه. وكتاب الله؟ والله العظيم منورين الدنيا النهارده، رايح المفاجاه دي. صور طيب. الله فلونه جميله. ادي بوسه يلا، ادي زينب بوسه. ادي زينب بوسه. زينب جايين عشان خاطر محمد؟ او ما جاش خاطر مين يعني؟ اكيد مش جاي خاطر خاطرك يعني. ماشي ماشي. وعشان خاطر انا هو عشان خاطركم كلكم والله، بس هو في الاساس محمد. استاذ ميدو تخيل، بص انا وقف لك احتفالك كله عشان احمد. ادي بوسه لزينب يلا. ادي بوسه لزينب يلا. اديها بوسه بابا. تعالى سلم عليها. ادي لا تعالى ادي بوسه. تعالى سلم على زينب. ادي بوسه لزينب بالنبي. اديها بوسه. الله حلوه قوي. قول لها انت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ قول لها اسمك ايه؟ قول لها لا قول لها بالنبي. قول لها اسمك ايه؟ كل سنه وانت طيب. قول لها ميدو. هو جايب ميدو وهو بيقول انا لا انا اسمي بودي. طب احنا يا جماعه يعني مستنيينكم النهارده لحد ما تيجوا عشان نصور مع بعضينا ونعمل نحتفل بمحمد، لان انتوا اقرب ناس ليا فمفيش غيركم. يلا بقى نحتفل بميدو. يلا يلا تعالى اقعد هنا كده. يا بابا ولا بابا ولا بابا ولا بابا. شبابين يا زينب بامانه ربنا من غير اي كلام ومن غير اي مجامله. يعني هو شبه اسراء؟ الحمد لله. لا شبه انا. الحمد لله. شبه اسراء. بتقول شبه انا ازاي؟ انتوا بتقولوا كلام غير المنطق. هو ده شبه اسراء؟ القمر ده
شبه اسراء. اسراء اموره وملك الجمال العالم بس مش للدرجه دي. شبهي ولا شبه اكرم؟ شبه مين؟ شبه بص هو شبه فريده بصراحه. طب فريده شبه مين؟ فريده بلاش طبلة. شبههم دول. دول بجد شبهي ولا شبه اكرم؟ مين محمد؟ لا فريده ومحمد شبه مين؟ هما بصي بصراحه يعني الشبه الاكتر اكرامي صراحه. سقفه بسرعه يا فوق. سقفه يا جماعه سقفه. هيطلعوا لمين يعني؟ هيطلعوا لي انا. انا عندي ايلين وايلين مش حد في مخ مني حاجه يا احمد خالص خالص بقى. بس يا احمد عملت هنا دنيا من عند ربنا دي الحمد لله. لا ده حب. هو بيقول لك اصلا لا في حاجه عايز اقولها يا جماعه. هل تعرفوا اصلا ان بيقولوا لك في علم النفس عموما او في اي حاجه في المنطق في الدنيا ان اي واحده بتحب جوزها قوي تجيب ولاده يعني اولادها شبه جوزها؟ يا سلام. يعني انتوا كده بتعشقونا عشان تعرفوا عشان تتقوا الله فينا. بيقول لك احمد القميص جديد. اه جميل. لكن القميص الله جميل قوي. والبنطلون ده لابس يا حبيبي اهو يا سيدي البنطلون مقطع اهو. النهارده بقى نحتفل بقى ايه زي ما قلنا بعيد ميلاد ميدو بس عايزين اول نغني له. يلا هلا بلا بلا هيا ابو الفساد هيكون عيد ميلاد الليلة أسعد الأعياد فليحيا أبو الفساد. يلا الله حلوة قوي حلوة قوي. وادي الحرف دي بتاعت يا جماعة بتاعت ميدو. يلا وادي اسم ميدو ورقم اتنين عشان هو الحمد لله أخيرا بقى عنده سنتين. ايدي وجعتني بتلسي عشانك. الله يلا كل سنة وانت طيب ومن قلبي قريب. هيا ابو الفساد هيكون عيد ميلاد الليلة اسعد الاعياد فليحيا ابو الفساد. قلبي انا نشا رايح. يلا امك مش هامع. يلا امك يلا يلا شاطر. هو ما اعرفش هو مش طايقني. طيب امشي. طيب انا خالص ده عيد ميلادك يا حبيبي. ده عايز تروح فين؟ طيب بص يا احمد هو حزين دلوقتي. بص هيروح يروح الكنبه. غالي يا كلبوبه غالي يا واد جميل. استنى بص بص يا ميدو. خد امسك رش على فوفو. رش على فوفو يلا رش عليها. خد رش يلا. يلا يا بابا يلا. تعال رش على زينب. تعال رش على اسراء. رش على اسراء. عليا انا اللي عملتك جريح. اوف اوف عليا عليا. انت فين زينب اهو؟ فين زينب اهو؟ بص ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ بص ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ بهدلناها خالص. بص ايه اللي حصل؟ بهدلناها. بص مبسوط؟ بص على شعر حمودي. يلا اقفل الشمعة. اقفل الشمعة يلا. انفخ انفخ. اوف جدع برافو. يلا انفخ انا. الله خلاص يا جماعه هو خلاص مهمته هو مكسوف. بص يا احمد امشي. بص اقعد هناك. بص ثلاثة والله مبسوط ولا عايز اربعة خمسة ستة برافو واحد اهو يلا. الله مجننا ومبهدلنا يا ابني ليه؟ برافو. مش عارفين بقى فريدة فيها فوفو كرتون. طيب يا حبيبي الله هات بوسة بقى. ادي ادي فوفو بوسة. ادي اسرى بوسة. ادي بوسة يلا. وادي زينب بوسة. تعالى ودي زينب بوسه. الله ودي فوفو بوسه. يلا يلا ودي انا كمان بوسه بقى. انا بوسه. بابا بوسه اهو. بابا انا اللي انا بوسه بقى. الناس اللي بتتفرج عليك اعمل لهم كده. اعمل كده بص. الله كل سنه طيب. ويعني متشكر ان انتوا النهارده موجودين معانا. انتوا عارفين انتوا اهم ناس في حياتي. و يا رب اشوفه ان شاء الله كده. اشوف لعيب كوره. انا اشوف لعيب كوره بصراحه. يبقى محمد ان شاء الله وايان. كل سنه طيب يا قلبي وعقبال 100 سنه يا رب. والسنه الجايه تكون في احسن حال واللي بعدها واشوفك احسن واحد في الدنيا ويطلع لعيب كوره زي ما اكرم بيتمنى يا رب ان شاء الله. يا رب يا رب تخلينا رينا يا رب. واصلا انا بحبك جدا يا حمودات. يا حموداتا. كل سنة وانت طيب يا ميدو. يا رب تكون سنة سعيدة عليك وربنا يعني ايه يكرمك كده وتبقى لعيب كورة كبير وتحقق كل نفسك فيه. يلا في الاهلي ولا الزمالك بسرعة؟ ايه مش لازم. الاهلي ولا الزمالك؟ اللي انت عايزه. محمد كل سنة وانت طيب وعيد ميلاد سعيد. وبص انا حلق دقني مخصوص عشانك. عرفت عيد ميلادك النهارده وانا حلق دقني. صغرت 20 سنة اهو. عرفتك عشان بس ما تحسش انك كبير. انا؟ اه بتاع 30 32 كده. ليه ما تكبرش مش الدرجة دي؟ اه يعني يلعب في الاهلي ولا في الزمالك؟ ايان اه لو في الاسماعيلي. ايش هذا يا عم حسن؟ طيب في نهايه الفيديو ده بنشكركم جدا وهتوحشونا ومتشكر ليكم ان انتم موجودين احمد النهارده انت وزينب واسراء ومحمد وفريده. هتوحشونا جدا. باي باي.